بقول لكم على شيء يا اخوان، هناك عقدين، عقد مع الله وعقد مع البشر. العقد الذي مع البشر كان الناس جيدين استمر انا جيد معهم، الناس كانوا سيئين كل واحد الله يرعاه، هذا قانون البشر، ما ارتاح لك ما اقدر استمر معك. حتى الزوج والزوجه اذا لم يتفقا ها افترق، افترق على طول. واصحاب العقود اذا تعاقدوا وما قدر كل واحد يوفي مع الثاني يفصلون الشراكه، لانه لابد من الاثنين كل واحد يؤدي. الا العقد مع الله، الله لا يمكن في لحظه من اللحظات تقول بطلت اتعاقد مع رب العالمين، لان الله عز وجل كل ما تريد ان تشترطه لنفسك فان الله كفى فيه. هذه الورقه يا اخوان فيها شروط، فوق نحط الشروط اللي لنا وتحت نحط الشروط اللي علينا. فلما نجي نتعاقد مع الله، وش الشرط اللي نحطه على الله؟ وش تشترط على الله؟ وش الشيء اللي انت خايف منه وتشترط؟ تشترط العدل؟ ها؟ تشترط الرحمة؟ والله ما اشترط شيء، ما تشترط شيء على الله. اذا النص اللي فوق فاضي، ايش يبقى؟ يبقى الله وش يطلب منه؟ جهدنا يصير على النصف الاسفل هذا. على النصف اللي في الاسفل هذا هو جهدنا اللي نقوم به. طيب، عندما تتعاقد مع الله وتعمل له وحده، يبتليك الله عز وجل بمن لا يعينك على الاستمرار في هذا العقد، بمن لا يهتم فيك، أو يبتليك بمن يؤذيك، أو يبتليك بمن يعطلك. فالآن أنت أمام خيارين، إما أن تستمر في العطاء، أنت تستمر في العطاء وفي الخير لأن الظروف ملائمة والظروف مناسبة، وإذا كان إذا كانت الظروف ما هي مناسبة فلك لا قدر لا تستطيع. أنا عشان الوقت ما يضيع بختصر لكم في هاجر عليها السلام، نحن نقول عليه السلام دعاء. هاجر من هذه هاجر؟ زوجة إبراهيم. أي نعم، زوجة إبراهيم الخليل. كانت أمة أخذها من مصر وبقيت معه قرابة السنة، ثم أنجبت إسماعيل، ثم جاء إبراهيم ووضعهم في مكة. هذه المرأة العظيمة وعارف تعلم أنها جاية إلى مكة من أجل تعلم ولدها الصلاة وتربيه على الدين، لكنها لا تعلم أنها سوف تبقى في مكة بدون ما في أحد، يعني لا يوجد ونس ولا أنس ولا يوجد مسكن. ولذلك سألت عن الشيء الغريب، الشيء اللي ما تعرفه، قالت لمن تتركنا؟ ما قالت انت ليش جبتنا هنا؟ لمن تتركنا؟ ما في احد. وابراهيم يغادر الان، والمكان وادي غير ذي زرع، الموت بعد قليل، الليل والهوام والعطش لمن تتركنا؟ فقالت الله امرك بذلك، يعني هل العقد مع الله ولا معك؟ اذا كان العقد معك تعال، عندك زوجه وانا زوجه، لا حق ولي حق، ابن لبيت يجيب لنا واحد يرعانا وبعدين نروح. لكن الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، يعني ما أحتاجك، أنا عقدي مع الله. الله يا شباب، الله إذا كلف كفل، إذا كلفك كفلك، بس تبقى معه ما تغير عقدك معه. يجيك ما لا أشياء ما تخليك تستمر، انسى، لا تلغي العقد، صحح أمورك، صحح أوضاعك، طالب زي ما طالبتم، بس لا تلغي العقد مع الله. قالت إذا لا يضيعنا يا اخوان. وقعت هاجر على بياض، على بياض. وين البيت؟ ما في. وين الطعام؟ ما في. وين المأوى؟ ما في. وين الأنس؟ ما في. طيب كأنها تقول هذا ما هو شغلي، هذا شأن رب العالمين. كيف شكر الله لها؟ في دائرتين. الدائرة الأولى شباب دائرة الابتلاء، خلوكم مكانكم، هذه يختبرك الله فيها ويهزك، فإذا نجحت نقلك إلى دائرة أخرى، هي دائرة شكر الله للعبد، مو بشكرك أنت، لا، إيش؟ شكره هو لك، شكر الله للعبد. إذا وصلت إلى دائرة شكر الله للعبد، شوف الأفانين التي تنزل عليك من النعم والخيرات. طيب كيف شكر الله لهذه المرأة السيدة العظيمة؟ أول شكر بعد ما تولى إبراهيم استقبل البيت، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا لهم بدعوتين، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني ما يأتي محتل، هي امرأة، واحد يجي وتوكل على الله، المال لنا، يأتون بقلوبهم، ما يأتون بأيديهم ولا بسلطانهم ولا بسيوفهم. فجاءت القلوب تهوي إلى هذه المرأة، فتعاقدت مع أقوى قبائل العرب مع جرهم. امرأة تتعاقد مع قبيلة، قبيلة جاءت من اليمن اجتاحت القبائل كلها، وعند هذه المرأة جثوا على ركبهم يتعاقدون معها بدعوة إبراهيم. إلى اليوم كل المشاريع اللي في مكة هذه ناجحة، ليش؟ لأن في بشر يجون بسبب هذه الدعوة، نحن إلى اليوم نتقلب في هذه الدعوة. الدعوة الثانية ارزق أهله من الثمرات، مكة يا سادة، ولو جاء فرصة إن شاء الله نتكلم عن مكة. مكة كل الدنيا تكدح ومكة تأخذ، لأن كل الثمرات تأتي إلى مكة،
كل مشاريع الزراعة في العالم تخدم هذا البلد المبارك بدعوة إبراهيم. هذا الشكر الثاني. انظروا كيف شكر الله لهذه المرأة، هي نجحت خلاص، قبلت العقد، قالت قبلت. لما قبلت العقد جاء الشكر الثاني، أراد الله أن يخلد سيرتها. راحت بين الصفا والمروة تبحث عن إيش يا شباب؟ ما فقط شيء حسي بدهي، لا هو ديني ولا شيء، تريد أن تشرب، ولدها يشرب. فسعت بين الصفا والمروة فأخرج الله الماء من تحت قدمي إسماعيل. فجعل الله ذلك دين وشرعة إلى يوم القيامة. من منكم الآن يستطيع أن يحج ويعفى من السعي؟ لا يوجد رتبة، ولا يوجد ملك، ولا يوجد كما يقولون في البلد شنب، ولا يوجد صاحب مال يستطيع أن يذهب محرم ويقول أنا معفي من السعي. غصبا عنه بالشرع يسعى بين الصفا والمروة حيث سعت هذه الأمة. اعتوني بحضارة في الدنيا مجدت المرأة مثل هذا التمجيد، خلت الأمة كلها تمشي حيث مشت، وحتى المكان اللي أسرعت فيه لأنها خايفة على ولدها نسرع فيه. يا أحبة الكرام، هذا العقد مع الله، هذا العقد مع الله، هذا العقد مع الله، هذا العقد مع الله.